حباها، ممكن تحشيها شاورما فراخ، ممكن تحشيها لحمة مفرومة، ممكن بنفس الطريقة ديت كمان نعمله حواوشي بنفس الطريقة، هيدي معاكي نتيجة حلوة جدا. كلي عيش وصحي ومش هيتخنى ان شاء الله، لان هو مليان فيتامينات ومليان الياف ومشبع جدا. تمام، اتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش حبايبي الاول مرة يشوفوا قناتي، يا ريت تشرفني وينورني تشتركي في القناة وتفعلي الجرس، اهم حاجة على كلمة قول او كل عشان يوصل لك كل جديد، واللايك يا حلوين مهم جدا عشان الفيديو يترفع، والتعليق الحلو والناس الجديدة اللي هتنور قناتي والناس اللي منوراني يا ريت تكتب لي كومنت حلو كده زيكم عشان ارحب بيها، واشوفكم بالف خير وسعادة ومع فيديو جديد. توحشوني جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.